في بذل الأدب تنال أعلى الرتب. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الكرام الميامين، وارض اللهم عن سادتنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحن بصدد أو قناة المعلومة للجميع بصدد توريكم أو تعرفكم عن طريقة طلب كتيبات صغيرة تحذر من ظاهرة المخدرات بكل أنواعها سائلة أو صلبة. لقد قدمت فيديو عن إثبات وصول، ولقد وصلتني هذه المجانية، وقدمت فيديو عن إثبات وصول هذه المجانية وسأرفعه إن شاء الله بعد أيام. لكن قبل ذلك، للذين يشاهدون قناتنا لأول مرة أرجو منهم الاشتراك في قناتي والإعجاب بهذا الفيديو وتفعيل خاصية الجرس ليصلهم كل جديد بإذن الله تعالى، وترك لنا تعليق أسفل هذا الفيديو لكي تدعمونا وتحفزونا وتعطونا ذلك الدافع بإذن الله تعالى. نعود إلى موضوعنا بإذن الله. قلت أننا نحذر من ظاهرة هذه الظاهرة العابرة للقارات أو عابرة للحدود، ألا وهي ظاهرة المخدرات التي تذهب العقل وتفكك الأسر وينحل بها المجتمع من انحلال خلقي وعدة انحلالات أخرى نفسية وخلقية وتربوية. سوف نتعرف أو سوف نساهم في بهذه الفيديو أو بهذا المنشور في التعريف بخطر هذه المادة ألا وهي المخدرات. سوف تجدون أسفل هذا الفيديو موقع أو رابط تحميل أو طلب هذه المجانية، وتستطيع أيضا تحميل الكتيبات، وهي عبارة عن كتيبات صغيرة، ولقد أضافوا إليها مؤخرا قرص DVD للتعريف بهذه الظاهرة الخطيرة والكارثية التي تهدم المجتمعات. سوف أريكم الفيديو قبل كل شيء الذي عملته عن حقيقة المخدرات. هذه المخدرات لا دروغ، هذا هو الفيديو. وكفانا بأنواعها، سواء الإنسان بلا مخدر. هذا هو الفيديو على كل حال، والآن سوف نذهب مباشرة إلى طريقة طلب هذه المجانية أو هذه الكتيبات، وهي بجميع اللغات باستثناء اللغة العربية، لا توجد فيها اللغة العربية. ندخل على بركة الله إلى المتصفح، وسوف تجدون الرابط كما قلت لكم أسفل هذا الفيديو. هذا هو مكان طلب هذه المجانية أو طلب هذه الكتيبات، وهذا نفسه الموقع، لكن أنا لقد عربته من هنا كما يسمح لنا جوجل بالتعريب، وتجد عدة نفس المعلومات تجدها هنا، وتستطيع الولوج إلى هذه القائمة، ربما تجدها باللغة الأجنبية هكذا. هنا إلى المينيو، تضغط هنا تفتح لك هذه القائمة. هذا للذين يحبون التطلع على هذا الموقع، وهنا تستطيع طلب ما شئت الكتيبات هكذا، تستطيع تنزيلها ببرامج التحميل أو تحميلها ببرامج التحميل. هذه هي الكتيبات جميعها، وطلب هنا تستطيع طلبها. طيب، طلب هذه الكتيبات، لاحظ حينما تكتب هنا نفس، سوف تفتح لك هذه الصفحة. أنا سوف أتركها لكم مباشرة لأني لا أحبذ الاختصارات. أولا، لملأ هذه الحقول لابد أن نبدأ من هنا. نضع هنا في العلامة، سوف أضعها باللغة الأجنبية أفضل، نضعها نو هنا لا، ثم أعيدها إلى اللغة العربية تكون أسهل، ثم هنا DVD نختار واحدة، والكتيبات هذه نختار كل واحدة أو كل حقل نختار منها كتيبا، وتستطيع اختيار أكثر لكن كتيب فقط هكذا.
تملأ هذا الحقل كاملا، لا تترك أي شيء هنا، ثم نذهب مباشرة إلى هنا. تختار إن كانت امرأة سوف تختار هذه، أو إن كان رجلا أو إن كان رجلا سوف يختار هذا. تكتب هنا الاسم، وهنا تكتب اللقب، هنا تكتب عنوانك ولابد أن يكون صحيحا ودقيقا، هنا تكتب في هذا الحقل رمزك البريدي، وهنا تكتب مدينتك، وهنا الدولة، في هذا تكتب هذا الحقل تكتب البريد الإلكتروني، لأنهم سوف يرسلون لك ربما رسالة تأكيد أو ما شابه ذلك، وهنا تكتب الهاتف الاحتلال هذه لست أدري، وهنا تكتب لهم رسالة شكرا لكم على سبيل المثال، وتكون لابد أن تكون باللغة الأجنبية thank you مثلا أو ميرسي باللغة الفرنسية. حينما تملأ هذه الحقول كاملة كما لاحظتم، تتوجه مباشرة إلى هنا وترسلها، وسوف يرسلون لك هذه الكتيبات أو هذه أو الكتيبات والقرص الدي في دي في مدة لا تتعدى 40 يوما، مثل ما حصل معي أنا، وأرسلوا لي هذه الكتيبات، ولكن أضافوا إليها مؤخرا قرص مضغوط، هذا القرص لم يكن موجودا من قبل، هذا القرص نعم هذا القرص، وتستطيع تنزيل هذه الكتيبات من هنا، كل الكتيبات هاي. لاحظ حينما نضع المؤشر الفأرة هنا يتغير حلمه، ها قم بتنزيل ملف، سوف تنزل هنا، لكن يبدو أن كل شيء مفهوم وكل شيء بسيط وكل شيء سهل. من هنا نعرب أو نرجع نعيدها إلى لغتها الأولى هكذا، املأ كل شيء ولا بد أن تكون معلومات صحيحة، وسوف تتوصل بإذن الله تعالى إلى هذه الكتيبات، تصلك إلى حد باب بيتك بإذن الله تعالى. للذين يشاهدون، أعيدها وأكررها بدل الألف مليون مرة، للذين يشاهدون قناتنا لأول مرة أرجو منهم الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في قناتي وتفعيل خاصية الجرس وترك لنا تعليق أسهل هذا الفيديو لتحفزونا وتدعمونا. ونحن بوازعنا الديني نشرنا هذه الفيديو لأنها يظهر لنا خطورة المخدرات، خطورة المخدرات. أتمنى قبل ذلك أتمنى أنني قد وفقت في شرح طلب هذه المجانية. وفي الأخير لا يسعني إلا أن أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.